شاهدوا أرانب مصر الجميلة والكيوت. دي منظر أرانب مصر، طبعا هذا الأرنب الصغير، وده منظره الجميل جدا الرائع. بسم الله ما شاء الله، منظر أريكم أرانب مصر. شايفين دي منظر أرانب مصر الجميلة، حاجة يعني بصراحة في قمة الجمال وقمة الروعة. وهذه الأرانب عايشة في مصر، وهذا منظرها وشكلها الأليف زي ما شايفين. ده منظرها الجميل جدا والرائع، بسم الله ما شاء الله. طبعا أنا مصورها لكم في الظلمة هم. وده منظر الأرانب المصرية الأصيلة، طبعا هذا النوع اسمه نوع بلدي. هذه ودي أرنب صغير، ودي الأرنب الكبير. وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.